صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مبروك عواشركم، اليوم ليله القدر. الله يدخلها علينا وعليكم بالصحه والسلامه والعافيه يا ربي، باش ما تمنيتو الله يهز علينا هذا الوباء هذا، باش نقدروا نمشيو عند والدينا وحبابنا. ليله الله محمد رسول الله. اليوم كيف قلت لكم ليله القدر ان شاء الله ساره صايمه بطبيعه الحال، عندنا درجه الحراره ما نقول لكمش. يا سلام يا سلام، صباح العافيه زانده. مي الحمد لله على كل حال مصبره. رمضان ما قالوا والو خاج كيف كانت تقول امي الله يرحمها، عمرنا اللي غادي اما رمضان كيمشي ويجي. دونك خارجه بغيت نمشي اول حاجه نتقدى لساره، باغا شهيوات نتوما مالين الخير، غنمشي نتقدى ليها شنو بغات ليا باش ملي نرجع نصايبو. من بعد غادي نمشي للخدمه، عندي كلكو بروبليم ريغلي مع لا ريسبونسابيل ديالي، ومن بعد نرجع للدار باش نوريكم الروتين ديال ساره كيفاش كدوزو ملي كتكون صايمه. نتمنى على الله انني نلقاها بعدا في الدار، ما نلقاهاش في الجرده كيف ما قلت لكم عندنا الصاد بزاف وكيعجبها كوم تو لي زونفون، كيعجبها تهبط للجرده مي ما كديرش الكاسكيطه وحيت صايمه والصاد الله يستر. دونك يلاه معايا، خليكم معايا باش تشوفوا النهار ديال ساره في ليله 27 كي كدوزو. ومنسيني نيت منها، منسيني منها منساكم ياك ولا سير. صورتي عيات مسكينه، كاين الصاد الصراحه جاها العطش، جالسه كتهضر مع بنت خالتها. شكون اللي صايم اليوم؟ كانت كتلعب مع بنت خالتها وكناكل كتاكل في لي جو كوا ياك. ساندرا كومير كوكو. دونك دخلت صايبت لساره، كنصايب ليها داكشي اللي بغات. شنو باغا اليوم؟ باغا رفيسه يعني مضغوصه، وغادي نصايب ليها كلافوتي وسوريز. غنصايب ليها بحب الملوك، واحد لاطارت بحب الملوك كتحماق عليها كتسمى كلافوتي. دونك غادي نبارطاجي معكم المقادير. ثلاثه ديال البيضات، كنحتاج 100 غرام ديال السكر، وكنحتاج 120 غرام ديال لافارين، كنحتاج ايضا 200 مليليتر ديال الحليب يعني بدرجه حراره المطبخ، كنحتاج الساشيه ديال فانيلا، وبطبيعه الحال الماده الرئيسيه يعني ديال هاد لاطارت هي سوريز. كاين اللي كيخليهم هنايا يعني الوصفه ديال هاد المنطقه اللي انا ساكنه فيها كيخليوه صاين، كيخليوه بالعظم ديالو العظم اللي كيكون فيه، انا كنحيدو لحقاش ما سي با براتيك الماكله وهذا، كنحيدو كنقسمو هكا على جوج كنحيدو. وكنبداو على بركه الله. تعرفوا لي راني صايمه وضايخه، عندي وحده بوحده درت جوج ودقه وحده هنا، جا الله ما فيهم حتى شي حاجه. Thank you.
غادي ندير الحليب شويه بشويه. دونك المرحله الاولى هي اننا كنحطوا داك الفخوي اللي عندنا. انا عندي سوريز كنفرشوه بحال هكا وكنجي من الفوق كنلوح عليه الخليط العجين اللي عندي. كيكون بحال هكا راه تيكون جاري يعني ما يخلعكمش. تنديروا عليه من الفوق الفران اللي ديجا شاعله عليه من قبيلات ملي بديت التحضير. راني شاعله الفران على درجه الحراره 240. غادي نقص دابا واحد شويه وندخل اللاطه ديالي للفران. نتلاقاو من بعد ما تكون موجوده. هاي ملي كتركي كتجي يا سلام يا سلام. نديرها في كتجي مجموعة كتجي محمرة من التحت. بطططططط طبعا الحال كتخليوها كتبرد باش نقسموها. انا خرجتها قبيلة من الفران اللي كنوريكم. كيجيو فيها 8 ديال لي ليبار. بالصحة والراحة. الحبيبه ديالي هنايا كتقرا القران. هي الصراحه بغات تقرا في المصحف الكبير ولكن الكتابه العثمانيه كنظن ان سميتها الكتابه العثمانيه. مابغيتش نقول شي حاجه ماشي هي ديك ما عرفت ليهاش بطبيعه الحال. دونك ماما كانت شاريه ليها هاد القران ديال الابتدائي. كانت شراتو ليها في الصيف باش تهجى فيه وصارا جالسه كتهجى فيه شويه بشويه. شتو الكتابه كي دايره بسيطه هادي يعني عادي تقدر تقرا فيها. دونك الصرصوره ديالي نقفت لها كيف ما قديت كيف ما قدرني الله. فرحتها كيف ما هي فرحتني. الله يفرحها والله يحفظها ويرضي عليها ويحفظ وليداتكم كاملين. دونك نقول لكم عواشركم مبروكه. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. والى اللقاء.